الأخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا شو بدك؟ هلا بدي المفتاح، ضروري تدقلي الباب. بركي فات حرامي. لك يفوت الحرامي شو بده يسرق؟ في عنا شيء يسرق؟ مو ضروري يسرق، بيعمل له شيء شغله تانية. ما بتعرف البني ادم شو بيطلع معه بالعتمه. وانت ضروري تحطي المفتاح بعبك. خوفتني، ضروري انت كمان مثل الحرامي. ايه ما بدي ازعجك. لك ازعجني، رعبني، بس لا تجيب لي الجلطه. روش على الضو. شو هاد؟ لقيت لابس، وين رايح بهالليالي يا ابو طمزه؟ انا اشتقت لاختي ام اوي، قلت لحالي بروح لعندها لان اشتقت لها كثير هي واولادها. هلا بنصاص الليالي؟ بيكونوا سهرانين لانه عندها ثلاث اولاد عم يقدموا بكالوريا، ما بيناموا. اللي خايف. شوفي بورا، انا واحد درويش طوال عمري، الحيط الحيط، يا ربي ستره. انا ما بدي باخر عمري اتشرشر. لك بس بدي افهم على ايش خايف؟ شغل ما عم تشتغل يروح عليك، اما من باقي الجهات خالص كازان. لا تهديني، مو بس انا خايف، الكل خايف. لك شي مره كون رجال، خليني اجبر حالي احترمك، عبيلي عيني، خليني ارفع راسي فيك. صدقني املي بهذه الحياه ارفع راسي واقول جوزي. ليش الله مو موفقني برجال ما بعرف. ليش هداك كان نفس الشيء؟ كمان لا بحل ولا بيربط. هداك؟ مين هداك؟ أبوه الأولاد. كان بحار طول عمري اسمع فيه قبل ما اتجوزه، ما شفته ولا مرة. اجا بنهارين خطبني وتجوزني وسافر على البحر، رجع وأنا نفسه بديع، قعد ست ساعات وراح ما عاد رجع، وعلى أثرهم أنجبت غادة. ما عرفتوا شو صار معه؟ آخ، ناس بيقولوا غرق عند راس الرجع. ناس بيقولوا غير اسمه وتجوز وحدة غنية، ناس بيقولوا تجوز وحدة من آكلة لحوم البشر، أكلته بعد ما خلفت له، تجوزوا له. خلص من هلا ورايح اعتبريني رجال. أعطيني مي. من هلا بلشت تتأمر؟ لا بس ما بعرف ليش زلعوني مطقطي، نشفان كل حلقي. أعطيني المفتاح. لك ليش غيرت رأيك؟ لا يا بس واصل لهون وراجع. خود محي. اقفل الباب وحط المفتاح واطفي الضوء. العمى شو هاد؟ شبان؟ ما بعرف شو صار. حرقني شايفه زرعوا يابس. لك هات المفتاح. شكرا. لك يا بلحق يا ما بلحق. العمى من الخوف فرطت قعدته. اخ اخ، مي مي اعطيني مي، جوزتي فحمت. لك شو قصتك؟ لا نمتني امبارح ولا نمت. ما بعرف شو صاير لي يا بورا. روح الدكتور كيف حصان. اخ يمكن ما اصل لعند الدكتور. ماشي انا بجيب لك الدكتور لهون. لك وين مصاري؟ بدبرنا الله. يلا ندبر حالنا. شو طلع معه دكتور؟ والله كل الاعراض بتقول انه السكر. ومنين السكر؟ اكل شي رعبه؟ اخ اكل رعبه رعبه رعبه. رح اعمل له ابره انسولين هلا، ومشان نتاكد لازم تعمل لي التحاليل اللي كتبت لك اياها. حاضر. دير لشوف. اخ اخ دقيقه دكتور دقيقه، وقفي شوي، انا لحالي. ايه اه ليه مين؟
فوت فوق هانا فوت. ليش هيك نادم؟ امي قالتلي ما حدا يعرفني. تفضل تفضل. خالتي بورون قولي تفضلي، هي خطيبتي لأنا. لك ليش هيك ملبسها؟ كمان ما بدك حدا يعرفها. لا بس بدي عفيف ما يشوفها ويحط عينه عليها، انا ما بنقي له، حاكم شافها وما عرفها. عمي ابو طمزه مرحبا. بعدين هاني لا تاخذ نصيبي. اي 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 والغراض بعتتهم امي من الدكانه بس سجلتهم على حساب. تسلم ايدك وايد امك، الاصحاب ما بينعرفوا الا وقت الشدائد. تفرفدي اشلحي. لك ايه مو البنطلون الشمال. ايه بعرف بعرف بس البنطلون مضايقني. ليك المضروب ليك؟ ليك منين تنقيهم انت منين؟ ما فيها شيء بتشربة المي، المهم عفيف ما يحس عليك. امتى العرس لتاني؟ اليوم. شو دغري؟ ايه بدنا نلحق حالنا، ما حد كل مرة بقى بالجورة. لك لا تخاف ما عنده شواغر ما بيقدر يزيد عن الأربعة. شو بيعرفني؟ بلكي طلاها الله. حاجة بقى هاني؟ يو شو انا اللعبة؟ فشر بعينه لو ما في غيره ما باخده. هالمرة زبطت زبطت لك انا هاني وحي الله. امي 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 شفيق شلون؟ امتى لحين؟ هلا وعفيف راح يجيب له سيارة الاسعاف. عفيف راح يجيب له سيارة الاسعاف ولا سيارة دفن الموتى؟ ابوك الرعب. عين العقل بيرتاح وبيريح. لك شو عين العقل؟ هذا جنان. لك بالعكس إذا سلم حاله بتضعف إرادته بتخف عقوبته. لك ليك والتاني ليك؟ لو بدهم إياه كانوا إجوا استلموا لحالهم. شو هو مختفي؟ لك على القليل بيعرف ليش اشتغل بينه. لك شبكي كاد أن ينكسر عصي. أوف كملت معنا. صفي ده لك مش بيصفي تا. ما بدي فوت يا أخي، ما بدي فوت وزباري فوت. ما بدي فوت رسول يا مجنون. بديع. انا ما دخلني ما تعمي، انا رحت هذا الصبح وهو طلع من الشباك. انا ما دخلني، كيف طلع ما بعرف. ما قلت لك راقبي لا تخليه يطلع. بس بلعي حسابك بعدين. اهلا سيدي. فوتوني هالمشكله. انا ما راح اخلص من مشاكلكم الكرعوبه. ها وبعدين انت ولا بديع مفكرني فاتح لك اوتيل بالمخفر؟ سيدي انا مالي جاي اضيف عندك، هذا المخفر ملك الشعب، ملك الشعب. انا جاي اسلم حالي. بس تعمل شيء، انا بستلمك لحالي، ما بستناك لحتى تسلم حالك. ايه انا بدي الف غرض مثل هالغرض. شفتي؟ حكم مرت عمي حكم. ليش سالوا عنه سيدي؟ ما حدا سال عنه يا بوران. بلا سالوا سيدي، ما خلوا حدا ما سالوا، سالوا حتى ما عرفنا كيف يعطون سيدي. قعدوا لي يا هنيك لشوف. يا مدام بوران، أبو نجيب خود وجيب شخصياً اتصلت بكافة الجهات المختصة والكل أكدوا لي إنه ما حدا سأل عنه ولا في بخصوصه شيء. شلون ما سألوا عني سيدي؟ سألوا عني ما خلوا حدا ما سألوا عني، ومعهم صور إلي كمان. بالعلامة سيدي كنت عن أبي أبي شو سألوا عنه؟ أبا لون راح على الشغل أم راح خراسي. حتى وإذا مو ضروري يكون عامل شيء، ممكن يكون تشابه أسماء، ممكن يكون عليك خطر انت كمواطن ومو حاسس فيه وعم يأمنوا لك الحماية. في ألف سبب وسبب يا بديع. سيدي لا ترش على الموت سكر. شو تشابه وشو الحماية؟ أنا جعاري جعاري جربان، ما حدا له مصلحة. عيب، انت مواطن مو جعاري. لا يا سيدي أنا جعاري وستين جعاري. هلا انتو بتعرفوه أكثر من حاله، بجوز يكون الرجال مثل ما عم يحكي. لا عفي لا تصب على النار زيت، ترى بخليك بعد شوي تعترف مثلها. سيدي اذا كانت النظارة عندك مليانة مثل العادة مالك حجة، حط لبديع عندك يستر عرضك، تواصل لبين ما يرتاح شوي. لك خرسي ما بتعرفي تحكي خرسي. عالبيت لعندي اهلا وسهلا، حطوا بعيوني الاثنين، اما على المخفر ما بقدر، مو ملك شخصي قطاع خاص، هاد قطاع عام وما بقدر اتصرف فيه نهائيا، لازم يكون عامل شيء. عذرا بقى عذرا. هاي غني انا نبيل شعيل سيدي. لا هاي لعبد الله رويشي. سيدي انت عم تقول انه انا لازم اكون عامل شيء وانا مو عامل شيء، تسمح لي احكي كلمه مع عفي؟ احكي مين وماسكا حبيبي عفي. تعال بدي سر لك سر، وانتو حبيباتي مو خدمه الشعب، روحوا وقفوا على الباب اخدمونا. روحوا. نعم زين لك بعد اذنك. Oh!
هي شرمت له اذنه مثل تايسون. صحيح عندك تايسون. خذوني حاكموني. هلا صرت فيني قابلك. عفيف، هل تدعي على بديع؟ اعوذ بالله سيدي، اعوذ بالله. بديع عم يمزح، بعدين نحن اخوات، ما عضي من قلبه. عم يهددني سيدي، عم يهددني. طالما عم يقول انه ما رح يدعي وانك كنت عم تمزح، فما فيني قابلك يا بديع. سيدي انا ما عم امزح، ما عم امزح. انا تايسون، انا تايسون. عفيف، هل تدعي؟ مقبولة منك سيدنا، مقبولة. ليك هلك عم يهددني؟ شو؟ شو يا عفيف، هل تدعي؟ ما بدعي. ما فيني أرضى. سيدي خلص دبالات عدو، خدو حق عم خدو. انكسر حقك. إذا كل واحد ضرب الثاني كف. لحالي وقعت سيدي لحالي. إذا كل واحد ضرب الثاني كف وشرم ابن الثاني الشرم ونص الشعب مشروم أدنيه، من أنا أخذهم حق عام؟ بصير بدنا نفتح مخفر 20 طابق. هيك شغلات بتنحل بالتراضي. عندك عندك لك 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 برافو عليك يا عبدي. سيدي أنا لقيت الحل. شو هو؟ خليها مرتي تيجي لهون. يا مرتو تعي عنده. وهي اجت، شو بدك منها؟ نعم مرتي؟ نعم. انا بزماناتي مو نادعك مخمس هيك. نعم سيدي. شفت؟ وبزماناتي مو شادت لك شعري هيك 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 هيك. نعم سيدي. شفت؟ وبزماناتي مو اضحك بوكس الفرحه. مضبوط سيدي. انا ضد الاتحاد النسائي. عندك كل شيء الا الاتحاد النسائي. بضوا عليها، امشي قدامنا شوف لها. انا بحمايه الشرطه هلا. هلا على القليل صرت بعرف وينه. شوي العضه. ويلكم جماعتكم انتو التنتين مخصوص لاني بعرفكم دغري. بتفقوا وبتزلقوا. امي وينه عمي ابو طمزه؟ تبقي احدى شرد. وين شرد؟ ما بعرف. اكيد خايف وراح لعند اخته. اموي اموي عادي بدي اعرف احكي لي كلمتين. امي مش خايف؟ ليش شو عامل؟ لك ما انا عامله شيء، بس بخاف يزلق له كلمه هيك ولا هيك. شوفوا اذا اجوا بنقول هاي غرفه بديع، لانه بخاف اذا فتشوا يفتشوا يلاقوا لهم شيء شغله. معقوله مرت عمي؟ لك بركي بديع مخبي شي شغله وخايف هيك تحسوا بان احنا شو خسرانين. إذا ما سألوا لا تجيبوا سيرة. إيه حبيباتي انتو التنتين؟ وإذا سألوا بتقولوا هاي غرفة بديع. إيه؟ أنا لهلا ما فهمت عليكي مرت عمي. لك دبي لك حمارة، رح تجننيني، رح تستريني. هون بهي الأوضة إذا إجوا فتشوا ما بيلاقوا شي. هون ما بيلاقوا شي. شلون ما في شي أمي؟ خرسي أنت، خرسي لي. أمي 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 يا مرت عمي روحي افتحي الباب. روحي. انا بدي اروح. قومي معي. لوين؟ عمي تعالي روحي تروحي القدم. لا بدي تشيلي، خليني بس الاول. طب وليتك يا ريت افتحي الباب. خلي جدي يفتح الباب. شوفي واو افتحي روحي افتحي. ليش واطي؟ انت روحي افتحي الباب. انت روحي حبابي تعي تعي. وانت حبابي اكثر افتحي الباب. روحي قدم. لك اسمعي قومي يهيني حالك ما في شيء. يبليكي بقلك على العاده دغري بتخريط وبتقعد بالارض. تعي قومي. لك خلص تبدي ايش تبغى خلص تفضلوا جيبوا تفضلوا. قولي ما في شيء سيدي. ابو منال ما رضي يجي مع الجماعه، قمت انا جبت له هون. هذا بكر عوب سيدي. يلا اسمعوا. لا احنا ما صدقنا لك هناك، يمكن نحتاجك. يستر على حرماتك يا سيدي. الله وكي لك انا مالي علاقه يا سيدي. هذا اللي بنكرعوا بكلهم ارسال، انا مالي علاقه فيهم لا من قريب ولا من بعيد. بعد كل شيء بعرف حكيت لك يا ابو الطريق. معناتها انت اللي دازت على بديع، بتعرف اذا طلع زر لما علو نساويك على المرتديلا. لا تركوني لا، المرتديلا كل شيء للمرتديلا يا سيدي. ليش تركتوا يهرب؟ ما بدكم تحققوا معه؟ شو تحقيق ايش؟ ما قلت لك كنتوا ملاحقينه لبديع مشان تحققوا معه؟ ايه ملاحقينه مشان نشوفه. ايه. جينا لعنده على البيت، قام شافنا جاركو بالدكان، قال راح على بيت عمه. رحنا على بيت عمه، قالوا مو هون، راح على الشغل. قلنا بنروح على الشغل. رحنا على الشغل سالنا عليه، قالوا مو هون. قلنا بنسال عنه جوز اخته شفيق، كمان ما لقيناه. حتمت الدنيا وقلنا بنأجلها لليوم الثاني. بس ما بده يجي الليله ليله. فهمني بس سيدي، يعني
يعني في تهمة معينة لازقينا برقبة بديل؟ طبعا، وتهمة لازم يتحاسب عليها. طبعا يا مدام، جوزك واضح الدنيا بالإشاعات. جوزي عندكم يا بالشرطة، روحوا حققوا معه. الشرطة؟ وشو دخل الشرطة بالموضوع؟ هيك أحسن، تاخذوه من هنيك تستلموه بمحضر وترجعوه بمحضر. نستلموه؟ ايه، بسببكم اندك بالحبس. وليش نحن شو دخلنا؟ هلا فهموني، شو بدكم فيه؟ غريب مدام، شو ما عرفتينا؟ هذا انتو؟ ايه احنا، وهذا جوزك يا مدام، حاكي قدام الاخ انه بيغلبني بالطرنيب، ايه انا بدي افهمه انه دب لعب. عشان هيك تدورون على بديع. ايه، ومطالع اشاعة حضرته انه غالبني 10 برتيات، مطالع ولا مو مطالع؟ مطالع يا اخوي. ايه انا بدي افهمه انه ما بيطلع له معه. اهلين وسهلين، شرفتوا وانستوا، يا هلا ومرحبا، نوركم طغى على الكهرباء. فوتينا لجوا للضيوف لبين ما انا روح اجيب بديع. نحن صار بيناتنا سوء تفاهم، بديع مو بالحبس بس حبينا نمزح معكم. شفت مزحنا شو تفضلوا. تفضلوا اهلا وسهلا يا اهلين. وينكم؟ دبرونا راكب رامي مع بديع، كنا ناخذ هالدب في الغزال ام هرب. ولا يهمك، مليان لعيبه. شو ناوية؟ أنت شو ناوية؟ مثل ما أنك ناوية الحقيقة. يلا بشوف. إذا ما بخلي لك إياه يتوب يمسك شدة، إيه ما بيكون اسمي جمال ابن ذياب مجيد العالي أبو شقير الدق المم الحبوش لخسجي. وينك جمال؟ أفهمك من هلا، إذا تعيط خلقتي بشكف هالورق بوشها بمشي أنا. حبيبي المهم مثل ما اتفقنا، كبة، ديناري، هيك ذباني، وهيك بستوني، فهمت؟ مو أقول لك زد لي. لك حبيبي أنا وقت كنت ألعب ورا أنت لساتك كنت عم ترضى. حبيبي كنت ما كنت، المهم بدنا نغلبه، شلون ما بعرف. ماشي ولا يهمك. قلت لي كل هالحوصة وهاللوصة مشان لعبة طرنيب، وبدي افهمه انه دب لعب. مرت عمي روحي نادي لي لابو نجيب اوان. وليش ابو نجيب؟ ايه يرتكب جريمتين قتل بدل الجريمه اليوم. لا انا باخذ عنك وحده، انا بقتل الشاب البسطوني وانت قتلي الشاب السباتي. ايه على عيني مرت عمي. يسلم عينك. بدي ادخلك. اقرا الخالص. نزلوا لي هالشاره لاعرف شغلي. Para pa 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 pa, tara tara ta 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 ta, para para pa ta ta ta.